بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا لهذا اليوم هو عن موضوع الانالوج كمبيوتر أو الحاسبة التناظرية. هذا الموضوع يعتمد على المحاضرات السابقة اللي أخذناها سابقا، وعن الجداول أو اللي رسمناها، يعني الدوائر اللي رسمناها على صفحة، يعني اللي عزلناها. الحاسبة التناظرية عندما يجينا هذا السؤال بهالشكل، نعم، فالحاسبة التناظرية عندما يجينا السؤال كالتالي، يعني هنايا هذا راح ناخذ هذا السؤال الأول اللي هو f of t function، وهنايا عندنا تساوي مشتقة الفولتية أو مشتقة v of t، وهنا مضروبة في a v. فهنا شو نسوي حتى نحل هذا السؤال؟ أول شيء نجي نقول المشتقة نطلعها خارج، راح نطلعها خارج دي اوف تي تساوي، هنا راح تصير اف اوف تي ناقصا اي في. هذه المعادلة لازم نصممها عن طريق الدوائر الإلكترونية باستخدام الأوبريشن امبليفاير. فراح نجي نشوف هنايا، يعني أول خطوة نحط المشتقة في جهة ونحط بقية المعادلة في جهة ثانية. طبعا هنايا عندنا مشتقة، ممكن هاي اكتبها بهالشكل، f of t ناقصا اي في، ممكن اكتبها بهالشكل. نفس الشيء ممكن تجيك في الامتحان بدل هذه تجيك فتحة، يعني المشتقة. فهنايا المشتقة من ادخلها على مكامل، اخذنا المكامل واخذنا المفاضل، من ادخلها على مكامل راح احصل على في اوف تي. فاول خطوة راح أجي أعتبر هاي المشتقة، هاي مكانها، هاي المشتقة منها يجد تدخل، فأجي أرسم مكامل. هذا عندي مكامل، وطالما هي مربوطة على الجزء السالب فهنا إيش راح يطلع لي؟ ناقصا في أوف تي، في أوف تي. زين، هنايا ما أجابه على هذا الجزء، ما لي علاقة به. المهم جتي في اوف تي، جتي راح أجي أدخلها على جامع قالب. ليش؟ أريد أحصل هذا الأي في. فهناي هي هاي ال V of T، هي ال V، أجي هناي هاي ال V of T، أريد أضيف لها هناي A، أريد أضيف لها هذه ال A هذه. فشلون راح أضيف لها ال A؟ فأجي أقول هذه الإشارة أجي أدخلها على منه، من هالمكان على قالب، أدخلها على قالب. وإحنا إيش قلنا؟ قلنا في فتحة شو تساوي؟ تساوي إن f of t ناقصا a v. فإحنا هنا عدنا ناقصا v of t، هنا هاي ناقصا v of t، شلون أضيف لها ال a؟ فراح أجي أقول هنا أحط مقاومة رقم واحد، هنا أحط مقاومة رقم اثنين. تتذكرون كانت هاي RF نستخدم و R1 نفس الشيء، RF أو R2 نفس الشيء. ليش خليت R2 ما تساوي RF؟ ليش؟ لأن عندنا
معامل التكبير مع هذا المكبر شو يساوي؟ يساوي اي في ناقصا ار اثنين على ار واحد في ارت على في ان. لو كان في ار واحد يساوي ار اثنين يساوي ار واحد راح يطلع لنا هذا واحد، بس لما ار تو ما تساوي ار اثنين راح يطلع لنا فت قيمة. فاحنا نريد نحصل اي، فنقول اذا طالما ما متساويين ار تو على ار واحد هو معناتها اي فت قيمة فت كونستانت. فتكون استند طالما هو ما انطاني رقم، يعني ما قال لي 5 اي او 4 اي، انطاني اي يعني فتشي كونستانت، فاني هم انا ما اعرف شنو قيمته، فراح اقول r2 على r1 فتشي مجهول، فراح اقول r2 على r1 هو ايش راح يساوي لي؟ راح يساوي لي اي هنايا، راح يطلع لي هنايا اي في او اي في تي. زين، وليش طلع بالموجب؟ لأن هو كان هنا ناقص ماينس وانضرب بماينس فطلع زائد، فـ A V of T. زين، بعد إيش عندنا هنا؟ بعد عندنا F of T، فالـ F of T راح أجيبها من هنا، هاي الـ F of T راح أجي أدخلها function. من يجيك F of T دائما تنطيها من signal generator، كأنما هذه جاية إشارة من هنا قيمتها f of t. زين، جت ال f of t، ال f of t ما بيها كونستانت، ما مضروبة بفد رقم، فإذا هنا على يا مقاومة أربطها، أربطها على نفس المقاومة هنا حتى يطلع لي الكونستانت واحد، فهنا r2 على r2 وطالما هي بوزيتيف ودخلت هنا ناقص فصارت ناقص. إيه هاي المعادلة؟ هي نفس إيه هاي المعادلة، بس تختلف بالإشارات. يعني هنا ناقصا f of t، هنا positive وهنا positive هنا negative. إذن شو نسوي؟ ندخل الإشارة على مكبر قالب، راح تدخل الإشارة نفسها بدون ما تتكبر نهائيا، يعني بدون ما بها كونستانت. إذا طالما ما بها كونستانت معامل تكبير، فهنا ال R3 و R3 استخدمنا نفس المقاومة، ممكن أخلي R2 ب R2، ممكن أخلي R1 ب R1، المهم هو استخدم نفس المقاومة. اللي صار شنو؟ ال F of T كانت سالبة أصبحت موجبة، وال وكانت ال ناقص كانت بوزيتيف ال اي في صارت ناقصا اي تي. اذا هي نفس الاشاره مال هاي الاشاره اللي هي مشتقه الفي، اذا هاي راح تروح هنا هي نفسها مشتقه الفي اوف تي وتدخل مره ثانيه هنا. هذه ممكن اذا ردت يعني كاضافه انه هنا من الفي اوف تي أريد أحصل V of T positive، هاي هنا بس حطيت قالب وما تأثر، يعني سواء خليتها وما خليتها ما مشكلة، المهم هو هذا الحل. إذا نبدي بإنتجريتر، هنا بدينا، هنا بدينا بإنتجريتر، هذا إنتجريتر. ليش إنتجريتر؟ هذا بوزيتيف، هاي قيمتها 1 مايكرو فاراد اخذها، وهاي اخذها 1 كيلو اوم. هذه حاصل قسمتها راح تطلع لي قيمه ثابته، يعني راح يعني ما تاثر. فهنايا من انطي مشتقه، من انطي مشتقه ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي في. هنايا من اخلي انت عندي مشتقه اللي هي هنا، أنا عندي مشتقة في فتحة، فأنا من بديت منها في فتحة دخلت على
على انتجريتر مكامل. المكامل ايش راح يسوي؟ راح يطلع لي الإشارة بدون، يعني راح يرجع لي الإشارة. تمام، احنا قلنا المفاضل والمكامل، واحد يقلب الإشارة المربعة إلى مثلثة والآخر يقلب المثلثة إلى مربعة، بس هو هنا المكامل يرجع لي المشتقة إلى صيغتها الأساسية. زين، هنا ايش عندي انا القانون؟ عندي v of t f of t ناقصا اي v، يعني يساوي f of t ناقصا اي v. فهنا دخلتها اشارة بوزيتيف، هنا طلعت نيجاتيف، لان هنا مربوطة على السالب. بعدين ايش راح اسوي؟ راح اجيب هاي الاشارة، راح ادخلها على، راح ادخلها على قالب، على قالب، حتى احصل هناي هذا الكونستانت اي. فش اقول هناي؟ راح اقول هاي المقاومة هي مو نفسها هاي المقاومة. ليش؟ لان هنا من جتي دخلت ناقصا في، وهنا سالب، وهنا طبعا بوزيتيف، راح تطلع لي هنا في مضروبة في الكونستانت R2 على R1. حاصل قسمة ال R2 على ال R1 هو فت قيمة، هو أي في، هو أي العفو. فراح تطلع لنا هنا أي في، وقلبت إلى بوزيتيف لأن هنا قالب هذا. زين، بعدين أنا إيش أحتاج حتى أجيب هنا؟ أريد أحصل على هاي المشتقة. المشتقة شو تساوي لي؟ تساوي لي هاي القيمة وياها f of t. فإيش أقول هنا؟ أقول هنا عندي f of t signal generator يولد لي إشارة جيبية، إشارة جيبية، راح أجي أدخلها هنا وأجيبها. إيش قد قيمة هاي المقاومة؟ راح أخليها R2. ليش R2؟ لأن هنا الـ F of T ما بيها كونستانت، ما مضروبة في قيمة واحد، فراح تصير R2 على R2. هنا راح تصير R2 على R2، راح يساوي لي واحد مضروبة في f of t. يعني هنا ال a v شو يساوي لي؟ يساوي لي ناقص، ناقص r2 على r2 مضروب في f of t. وهنا قلنا r2 على r1 مضروب في، العفو، هنا يعني الاوتبوت على الانبوت. فهنا احنا راح نقول f of t، يعني اريد ناخذ بس الكونستانت هنا، معامل الضرب هنا اللي هو هنا اي، بينما هنا هو راح يساوي لي واحد، وهنا همنا ناقص بها ناقص، وهذا الناقص قلبت هاي الإشارة إلى زائد، وهنا البوزيتيف راح تقلب إلى نيجاتيف. فش راح يطلع لي هنا؟ راح يطلع لي ناقصا f of t، وهنا ناقص، وجدتي راح تقلب إلى زائدا a v. هذا هو حاصل النتيجة ما بعد الاوبريشن امبليفاير. لكن انا اريد احصل على اي هذه الاشاره وليس هذه الاشاره، فقط راح اجي ادخلها على مكبر، مكبر قالب مره ثانيه، هنا مكبر قالب، هنا ايش راح يصير عندي الاشاره؟ راح احصل بالضبط في فتحه،
بالضبط حصلت بفتحة اللي هي اف اوف تي، اف اوف تي صارت بوزيتيف وهاي صارت ناقص اي في وتجي هنايا. زين بالضبط انا حصلت بفتحة هي انا بفتحة هنايا المقاومة ايش قد راح اخليها، المهم يكونون متساويين R2 R3، المهم هنا نفس القيمة. ليش؟ لأن هذه لو أخلي هنايا مثلا فد قيمة معينة مقاومة تختلف عن هاي راح يضرب هذا الحد في رقم معين. يعني ممكن هذا السؤال أجي أقلبه بهالشكل، أقول في فتحة تساوي 2، في فتحة تساوي 2، هنا إيش راح يصير؟ هنا لازم هذه تصير ضعف هذه المقاومة، فهنا راح أضطر ما أخلي R2 و R2، مثلا أقول هنايا R3 وأجي أقول هنايا R2 تساوي 2 R3 أفرضها بالسؤال. ليش؟ حتى أطلع هنايا R2 على R3 هنايا الـ R2 من أجي أقسم على R3 شو أقول؟ أقول هنا هاي R2 تساوي لنا 2R3 على R3، هذه تنحذف تظل عندي 2، فهاي الاثنين هنا راح أحصل على 2V of T، هاي هنا على 2V of T. هذا يعني ناخذ مثال واحد هذه المحاضرة وننهي محاضرتنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.